نحن مؤسسة الساعد لتنمية الطفل، نوزع الحليب لكافة مدينة حلب. هون نحن مركزنا الأنصار الشرقي، نوزع الحليب، نوزع الحليب كل 15 يوم مع حفوظات، والمدة أحيانا تجي شهر. الحمد لله يعني نوزع من الساعة 11 للساعة 4. حلب أكثر من 30,000 طفل، من 30,000 لـ40,000 ممكن يكون بحاجة للحليب. نحن يأخذين المنطقة الغربية تقريبا وبعض المناطق الشرقية، منطقة صلاح الدين، سيف الدولة، زبدية، إذاعة، مشهد، أنصاري، سكري، عامرية، بالإضافة لكرم الأرطرجي، أرضي عسكر. هي المناطق كلها بتخدمها مؤسسة السعد للحليب من عمر يوم واحد لعمر السنة، ومنخدم كمان الأطفال المعاقين، الإعاقة قد تشمل 10 سنين أو 12 أو 13 سنة، كمان إنه نوعية خاصة من الحليب، كل ما تأملت معنا نعطيهم إياها، وفق بطاقات خاصة في المعاقين عندهم إياها. نحن كل 15 يوم بنوزع حليب، كل 15 يوم. توزيعنا للحليب بشكل مستمر، الطفل بياخذ تقريباً 400 أو 500 جرام حسب العلمي أو 600 جرام أحياناً كل 15 يوم، وفق بطاقات منظمة للذكور والإناث. ولكن إذا أجى وقت ديج فرق يتوزع وما في. نحن الناس بتجيب البيانات للمراكز. البيانات هي عبارة عن أوراق ثبوتية، صورة عن دفتر العائلة، صورة عن هوية الأم والأب، وإذا كان ما في صورة عن بيان عن هوية الأم والأب فبجيبوا لنا بيان عائلي. ونحن بالتالي بيجيب لنا المراكز الاوراق المعتمده اللي بتجيب له اياها المواطن، فانا بسجل لهم اياها على الكمبيوتر الرئيسي هون مشان نضمن انه يصل الحليب لكل اطفال محافظه حلب المحرره وما يصير تلاعب عنا. نطلب منهم انه يزيدوها شوي لانه بهالاخر 10 ايام تقريبا 15 يوم اللي كسر فيه الطيران الحربي قصف على المدنيين هون كثير عالم تهجرت ووقفت شغله، حتى يعني حتى الاسواق كان هو يستهدف التجمعات الاسواق العامه المحل ما تشتغل يعني الاشخاص، وسبب هالشيء انه في عالم كثير وقفت عمله، وهالشيء كله ضرر الطفل. الطفل كان الاب انه ياخذ له حليب وياخذ له هذا، وقف شغله كله حتى ما بقى فيه يجيب له حليب. Thank you.